هنا في مناطق الطليعة والغزال والرارنجية جنوبية بابل، جفت الأنهر المتفرعة من شط الحلة تماما، والسكان القريبون منها يصارعون ارتفاع درجات الحرارة وانعدام مياه الشرب بشرائها من خارج المدينة. الخزعه على اساس انه نعالج نفسنا، نشرب منه مي، نسبح به، والله الحيوانات وهاي راح تموت عمي. انت شو تهز هذا النهار وهاي الفلاحة قدامك وهاي الزراعه، واحنا ناس فلاح وين نولع من نهاجر؟ بالحكومه التزمت وصلنا مي شرب، وما استحنا لا مي شرب ولا مي سقي. هسه احنا نشرد نعيف قاعنا، شلون وين نروح؟ انخفاض مناسيب مياه الانهر حتى الجفاف جنوبي بابل سبب توقف أكثر من 50 مجمعاً لمياه الشرب، وسط إجراءات تتخذها مديرية ماء المحافظة بإيصال المياه عن طريق السيارات الحوضية للمناطق المتضررة. إذا أكو كمية قليلة من الماء قاعد نعالجها من الناحية الفنية، بالرغم من أنه طبعاً إطالة الممصات سبب لنا مشكلة أنه انخفاض كفاءة المضخات اللي تضخ للمواطنين. بالنسبة للمناطق اللي تماماً الجف ما عندنا حل، بقى فقط إيصال الماء عن طريق الآليات الحوضية، وطبعاً الآليات الحوضية المتوفرة لدى مديرية ما هي آليات محدودة. 90 متراً مكعباً من المياه في الثانية الواحدة تتقاسمها كل من بابل والديوانية والمثنى، بعد أن كانت تبلغ 200 متر، فيما لا تكفي حصة بابل لإيصال المياه إلى محطات الإسالة الفرعية. من هذه 90-45% حصتنا احنا كمحافظة بابل، والباقي يطلق إلى المحافظات الأخرى. كانت هنا التعليمات أنه المياه شرب وتأمين المياه شرب للإسالات الأقضية والنواحي، أما الإسالات المنتشرة على عموم جداول المحافظة اللي تغض القرى والأرياف، وهذه هي إسالات غير مرخصة وتم نصبها بدون موافقة الموارد المائية وفي فروع الفروع، وهذا غير ممكن تأمين في خاصة في أوقات الشحة. مديرية الموارد المائية حذرت من جفاف أقوى، فيما لو بقي المزارعون يعتمدون السقي المباشر من دون اللجوء إلى طرق ري حديثة تسهم في عبور أزمة شح المياه في عموم العراق. من باب الحيدر الشلبي، يو تي في.